بتذكر لما العالم عملت هيك وقتها أنا كان بدي أفتح مطعم بهي المدينة. يا ترى هلأ شو الحجة تبعه؟ يسقط. تعالوا نفوت. استنوا، ما رح تفوتوا. ليك ابني، أنا بعمر أمك، ويلي عم بطلبه إنه نفوت لجوا ونقابل شوريا كنا وبس. إذا أنت ما سمحت لنا وقت الشرطة رح تجي تضربكن على راسكن، وعضلاتكن هاي ما رح تفيدكن بشي. اسمعوني عماتي. أنت قلت عماتي؟ مستحيل نكون من عائلتكن. نحن معنا أوامر إنه ما يفوت حدا. اطلبوا الشرطة، بس إذا جربتوا تفوتوا نحن رح نضربكم فوراً. اسمعني، نحن هون منقدر نربيكن، بقى لا تحاول تتجرأ أو ترفع إيدك أو حتى تغلط معنا بحرف. شوريا كنا يسقط. شوريا لازم يتحاسب. يسقط. لازم يتحاسب. شوريا لازم يتحاسب. يسقط. خدي تستاهلوا لربيكم. يلا هربوا، خلونا نفوت لجوا. يلا هربوا منا لجوا. شوريا كنا يسقط. إذا ما بتوقفوا هذا الشيء فوراً وبتروحوا من بيتي رح أطلب الشرطة هي اللي تتصرف معكم. ارموا البندارة. لا هيك صار لازم أتصل بالشرطة. ليك نحن مو خايفين، اتصل. ومو بس اتصل بالشرطة، اتصل بكل الناس لأنه نحن مو خايفين. اتصل مع كل الناس يلي أنت بتعرفه لأنه ما بيهمني حدا أبداً. أنا بكون كانتا شارما وبكون مرته لجيفان. اسمعوا، هاد شوريا كنا. هذا الشخص الغني وصاحب النفوذ اليوم قرر انه يطردها لمرته بدون سبب. بس ما بصير مرت عمي، هو بيكون زوجي، ما رح اقدر ارفض حتى اذا بيقول لي طلعي من هاي المدينه كلها. شو صار لك؟ شو انت جناتي؟ من ورا البنات يلي ما بتفهم مثلك بيتجرأ هيك واحد انه يسيء معاملتهم ويطردهم من بيته. شوريا، انت عن جد طردتها لمهيك اليوم؟ ماما هذا الشيء الصح، هي هلا عم تمثل. لا ما تقول هذا الحكي، انا ما كنت عم مثل بنوب. يا ناس اسمعوني، رجعوني.
تلوموه على حكيه. شوفوا، هو إنسان كتير عصبي أحياناً، وحتى كمان بيضربني وبيعصب علي، بس هو كتير بيحبني. سمعتوا هالشي؟ هو كان عم يضربها وعم يعصب عليها كمان، ولساتها عم تدافع عنه. انتي ما رح تتدخلي اليوم، نحن النسوان موجودين هون مشان نعلم زوجك يلي شايف حاله درس حلو ما رح ينساه ابدا. شور يا كنا، يسقط يسقط. 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 وقفي لي هالمسخره احسن ما. شو رح تعمل يعني؟ رح ترجع تضربها ولا بدك تموتها؟ ليك انا عم حذرك، انا رح اسجنك حسب القانون عنا، ورح ارفع دعوة لانك طردت مرة وضربتها، بس هذا الشيء ممكن انه يدمرك. شور يا كنا، يسقط يسقط. شور يا كنا، يسقط يسقط. شور يا كنا، يسقط يسقط. انتوا ليش مجتمعين هيك؟ وكمان كيف عم تهددوا؟ منيح انك اجيتي يا مدام. اسمعوا كلكم، هاي مرت عمو لشوريا، وبسبب تحريضها البشع شوريا عمل يلي ما بينعمل مع مرته من وراها. اذا بدك منعلمها درس. لا لا رجاء، انا ما بدي حدا منهم ينأذى، هي بتكون كبيرة عائلتنا. انا كل اللي بدي اياه هو حقي. لك شو هالحكي هاد؟ ماما لو سمحتي فهميهم، أنا ما بدي ضيع وقتي كله وأنا عم أتخانق مع هدول الناس. قلت لك من قبل شوريا، ما ترفع إيدك على مرتك. بس أنت ما سمعت مني، الوقت هلأ تغير، النسوان ما بيخدموا زواجهم حتى ينضربوا بهالطريقة. ماما أنت ليش عم توقفي معهم هيك؟ هنن عم يكذبوا وهي مانا مرتي اصلا. الليلي يعني انا ليش بدي اضربها؟ بترجاك عصب علي، اضربني كمان، بس لبقى تقول بعمرك كله انه انا ماني مرتك. خالتي، أنا من طول عمري بعتبرك مثل أمي صح؟ هلأ قولي لي، أنا مو مرته؟ وكمان أنا ماني كنتك؟ إيه إيه مزبوط إيه، ورح تبقي هيك بنتي. أنتي معك صور عرسك؟ إيه طبعا. بكفي، أنا ما بقدر أتحمل هالمسرحية هي، رح تروحوا من هون ولا أطردكن؟ مهيك شارما، أنا رح أطردك قبلهم كلهم. ليك شوريا، نحنا رح نضربك إذا قربت عليا، لهيك بنصحك ما تجرب ترفع حتى أصبعك، مهيك بتخصنا كلنا. يا مدام، شو بعمرك ما عاقبتيه لما كان صغير؟ لو عاقبتيه كان طلع مهذب. يلا طلبوا الشرطة والصحفيين، خلينا نفضح قدام الناس كلياتها. شو؟ ألو، الأخبار؟ لحظة اسمعوني، أنا بترجاكم لا تزعجوا، هو بصير حدا سيء كتير لما بيعصب وبيتضايق. ليكو لو سمحتوا خلص روحوا، نحن الاثنين رح نعيش مع بعض، لو سمحتي ما تتصلي بالصحافة. اختي خليهم يتصلوا بالصحفيين لنشوف، خلي مطعمه يلي انشهر بسبب وصفاتك انه يتسكر، ولا تنسي كيف سرق لك الوصفات. لأمتى؟ لأمتى نحن رح نتحمل كل هذا الضرب؟ وفوقها بده يتجرع ويطلعها برات بيتها كمان، لأمتى رح نتحملك؟ آسفة آسفة، بس كلكن هيك. البنت بالمسلسلات أو بالحياة الواقعية هي اللي بتعاني. شو قلت؟ لا تفكر إنه نحنا ما فينا نوقف بوشك، على فكرة قد ما كنت وشو ما حاولت.
يسقط. شوريا كنا يسقط يسقط. شوريا كنا يسقط يسقط. طيب بكفي، خلونا نحكي شوي. هلأ شو هي مطالبكم؟ بتوقع بلشت تفهم أخيرا. يلا خلينا نقعد نحكي جوا. لا ما رح يدخلوا، نحن رح نحكي هون. لا تكون عنيد، ما بدي يصير مشكلة هون. فهمت؟ عم تسمع؟ يلا خلونا ندخل ونحكي جوا، تفضلوا رجاءا. ماشي. اكتبي هون وهون. ايه هذا الولد الطويل اللي هون لازم يقبل المطالب اللي بالقائمة. يلا قولوا شو هي مطالبكم منه؟ يا خدا، على القليلة شي مرة بالأسبوع، مثلا على السوق وعلى عشا رومانسي، كمان مرتين لازم ياخدها على الغدا. خليها ثلاثة، نحن كنا نروح مرتين بس. حتى إذا عجبك هالشي أو لا، أنت لازم تحتفل مع زوجتك مهيك وما تتركها، إذا كان عيد أو أي حفلة. هو عيد الحب كمان. إيه بس هاي الشغلات بعملها لو كانت هي بالبيت. اسمعني، هي أصلاً هون بالبيت، مو شايفة يعني؟ هي واقفة بغرفتك، إذا بتطردها مرة تانية أنت رح تفوت على السجن، ومو أي سجن، تيهار. إيه؟ فهمت؟ كل المطالب رح تنقال. بلشي تفضلي. أول شي، السيد شوريا كنا لازم يلتزم بهي الطلبات بالحرف وما يعترض على هي الطلبات أبداً، ولازم تتنفذ كلياتها، ولازم يفهم كل شي حكينا. وكمان شوريا لازم يطبخ لأختي لو بس مرة، ويطعميها بإيده على قليلة شي مرة بالأسبوع. هذا الشي مستحيل. أنا مستعد أعطيها بطاقات أكل من مطعمي على طول، وكمان إلكم بعطيكم، بس ما بطعميها إلها. شوفي مو مشكلة، بلا آخر شرط. إيه بنتي هاتي الملف. مدام فيمال. إيه القائمة جاهزة هون. هلأ بس حطي عليها طابع منظمة تمكين المرأة. يا طويل وقع هون. شبك عم تطلع؟ يلا وقع خلصني، ما عنا وقت. وقع بسرعة، يلا وقع عليهم لشوف. ابني الورقة الثانية كمان نسيتها. رح وقع عليهم أنا بكفلوا كمان. إذا شوريا بيرفض يلتزم بأي شرط من هدول الشروط، وقتها أنتوا بتقدروا تعاقبوني أو حتى تاخدوني على السجن إذا أنتوا حبيتوا هالشي. تفضلي. نحن بندعم المرأة. ندعمها. طيب خلص، إذا بتقبلوا أنا هلأ حابة إني أعيش مع زوجي بسلام، طبعا مع هاي الشروط. بس إذا أنت ما بتلتزم بأي شرط من هاي الشروط ما رح أشتكي عليك أبدا، يمكن ما رح يفهموا هذا الشي، بس أنا بعرف إنه أنت بتحبني كتير وأنا بحبك.
يا طويل ما سمعت منك إلها كمان. وأنا كمان بحبك. مهيك فوتي لجوا وخدي زوجك كمان. حاضر، بتشكركم كلكم وبتقدروا انكم تروحوا. نحن ندعم كل امرأة. ندعم. بشكركم كلكم من قلبي، انتوا اليوم ساعدتونا كتير. اختي مهيك بنتنا كمان، كيف بدنا نخليها تعاني مع زوجها؟ العالم مليان ناس مثل شوريا هاد، كل واحد مثله بده مهيك معه. يلا نروح، رح نمشي بالإذن. يلا خلونا نمشي. سلينا يا خالتي. بس على شو عم تدوري؟ أنا نسيت تليفوني جوا، رح أجيبه ما بطول. إيه؟ ما رح تتغير. مزبوط معك حق. من زمان كنا ننسى الكتب، بس تغيروا كل هالشغلات، وكمان العالم عم تنسى أغراضها، وهلأ هذا التليفون. شبك؟ اترك ايدي بقى. شو صار لك؟ بعمرك مو شايف بنت؟ ليش عم تطلع هيك؟ انت مو طبيعي بنوب. اعطيني التليفون، اعطيني تليفوني. لك هاد تليفوني بقى. انت شو عملت؟ انت كسرته اصلا صح؟ تليفون انكسر كله بسببك انت. ليش هيك عملت بالتليفون؟ هاي كانت هدية بابا لعيد ميلادي وانت كسرته. هلا شو ساوي هلا؟ انا كتير اسف. شرع السفاد. انت شو مفكرة؟ انك ربحتي يعني؟ لا تفرحي كتير، لانه شوريا كان نفسه وما تغير. اذا دعيتي كل هدول الناس وضغطتي علي بالتهديد، او حتى اذا بدك بالقانون، وعملتي قائمة بمطالبك او افكارك الرومانسية اللي كلها بلا طعمة، ما رح تقدري انه تقنعيني فيها ابدا. هذا ما رح يغير مشاعري تجاهك بنوب. أنا رح ضل أكرهك يا مهيك شارما، ما تنسي هذا الشيء. كل هاي القوائم وكمان وقت اللي عم أضغط عليك
هي طريقتي الوحيدة لحتى خليك تقضي شوية وقت معي يا شوريا. بعرف انك بتكرهني وما بتحبني لدرجة انك اذا طلعنا على عشاء رومانسي انت رح تحاول تحرقني بالشموع وقتها، واثقة من هذا الشيء. مع هيك انا مستعدة اني اكون جنبك، انا مرتك، شو ساوي؟ هاي الطريقة الوحيدة لحتى تتغير. انا ما بدي تحبني، انا بس اجيت لهون لحتى تصير منيح. انت اكتر من مرة حاولت تأذيني كتير وقلعتني كمان، بس مع هيك انا ما تراجعت، لانه انا اكيد رح اقدر غيرك يا شوريا. شوريا كنا، انت ما عندك اي فكرة، مو هيك؟ ما عندك فكرة قديش هالعالم اللي حواليك خطيرين. مفكر حالك انه ذكي، مو؟ بس انت مو هيك. عن جد ما هيك، انت هون بس منشان تساعديني، مو هيك؟ لا، مو بس كرمال هذا الشيء انا موجودة هون، انا رح خليك تعرف انه الشيء اللي عملته معي كان غلط كبير. اتذكر شغلة واحدة، انه انا ما رح استسلم بسهولة. اذا حبيتني واحترمتني وقتها رح تشوف مني نفس الشيء، بس اذا استخدمت قوتك ونفوذك لحتى تطالعني من هذا البيت، وقتها انا رح استخدم معك هذا الاسلوب اللي استخدمته هلا. هي منافسة يا شوريا كنا، انا تربيت على الاخلاق وبس، انا ماني مثلك، لهيك مو سهل انك تهزمني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.